ولمناقشة قضية انتشار الألغام في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور هلال. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. تقديرات الأمم المتحدة في تقريرها بالنسبة لعدد المقذوفات الحربية الموجودة داخل العراق بأنه يصل إلى 50 مليون منذ عام 2003 وحتى اليوم، ما تأثير تلك الألغام والمتفجرات على حياة الشعب العراقي وعلى اقتصاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين. هذا الملف حقيقة ملف خطير وخطير جدا ومهم لصحة المواطن العراقي وسلامته، الذي حقيقة يعاني ما يعاني من كثير من الأزمات التي تهدده يوميا، سواء كان بالخطف وبالميليشيات أو بالاعتقال أو الآخره. لكن هذا الملف حقيقة ملف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو من الذي زرع هذه الألغام، وهل توجد لها مخططات؟ نحن نعلم بالعلم العسكري أنه كل حقول الألغام مسؤولة عنها الدولة أو الجيش أو الجهة التي تزرع هذه الألغام في مناطق محددة لأغراض الدفاع عن القطاعات العسكرية في المناطق الحدودية أو في النزاعات. أما أن تزرع داخل المدن، هذا حقيقة عمل مقصود، ومقصود منه استهداف المواطن بالدرجة الأولى. والملف الثاني هو ملف المقذوفات الغير منفلقة، وهي ما ساهمت به الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح من دعم الميليشيات من جانب العسكري واللوجستي ومن ثم المقذوفات التي قذفت في المناطق المنكوبة في العراق، وكل العراق منكوب يعني، والشكوى لله سبحانه وتعالى. أنه هذه المقذوفات لم تحدد جهة أو لم تقوم جهة في مسؤولة في العراق، وخاصة الجهات العسكرية، لأن هي الجهة التي يجب أن تقوم بمسح ميداني بكشف الألغام وإزالتها، لأنه الألغام أكثر سهولة بإزالتها من العبوات الغير منفلقة أو القنابل التي تلقى، سواء كانت من الجو من الطائرات أو بالمدافع على غيرها، أو الذخيرة التي تترك هنا وهناك وتدفن نتيجة العمليات العسكرية والتفجيرات العشوائية والعبثية التي كانت توضع في مناطق وفي بيوت وفي محلات. نعم. داخل هذه المناطق الآن. إلى جانب ذلك دكتور، عفوا المقاطعة، كيف أسهمت ما تسمى الحرب على الإرهاب في زيادة انتشار هذه الألغام والمتفجرات، وهل كانت تستخدم وفق خرائط مدروسة أم بشكل عشوائي؟ وبكل تأكيد وهنا العشوائية هي المأساة الكبرى. لو كانت هناك جهات حكومية وعسكرية متدربة متمرسة بعد انتهاء العمليات العسكرية تستطيع الرجوع إلى مخططات وخرائط واضحة المعالم وتؤشر المناطق التي فيها حقول الغام، يمكن إزالتها بسهولة. لكن العمل العشوائي والميليشيات التي تجوب البلاد شرقا وغربا ولا نعرف لها لا أساس ولا رأس ولا خبرة عسكرية، الهدف الاستهداف المواطن. يعني الآن أنت تخيل أن المواطن لا آمن في داره، لا آمن في مزرعته، لا آمن في أي مكان، في الطريق، في كل مكان. يعني الآن حتى في الخبر الذي ورثناه في الحاسة، هذه البساتين هي مصدر رزق هؤلاء الناس، كيف تزرع فيها الألغام؟ والعملية إذا كانت الألغام بعدها يعني إزالتها، نعرف بأن هناك جهاز بسيط جدا يستخدمه الأشخاص، كانت اختصاص القسم الهندسي في أو الجهد الهندسي في وزارة الدفاع بالزبالات، هو الذي يقوم بالكشف عن الألغام في جهاز تحسس الألغام ومن ثم تفكيك هذه الألغام. نعم يحتاج إلى جهد، ولكن هذا جهد دولة، جهد دولة تخاف على مواطنيها. أما أنه نعطي السلاح لكل من هب ودب وتنتشر الأمور في البيوت والمساكن وفي خاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب وتعرضت للإرهاب المقدس أيضا، لأنه الإرهاب هو كلمة مطاطة، لأنه التدمير
لهذه المساكن بساكنيها وبما فيها من خراب وتركها هكذا. هذا وايضا جزء من الارهاب. اين الدوله منذ 2016 ونحن نسمع التحرير ونحن نسمع كذا ولكن بالاضافه الى ذلك دكتور، يعني نرى ان هذه الالغام والمتفجرات تكون في المحافظات المنكوبة بشكل رئيس من دون جهود حقيقية لإزالتها، وهذا يزيد تعقيد المشكلة بالنسبة لهذه المناطق المنكوبة. نعم، يعني هذه المناطق تعرضت إلى 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 عمليات تصفية وعمليات تدمير ممنهج، ومن ضمن التدمير الممنهج أن لا تقوم لها قائمة ولا تستقر في الأيام القادمة إلا من خلال جهد دولي وجهد حقيقة عسكري منظم لإزالة هذه الألغام والمخلفات، على الأقل مسح المناطق السكانية التي هذه ليست لا تشكل صعوبة على دولة، ولكن للأسف الشديد القائمين على الأمر بالعراق هم بين فريقين، بين سارق وبين قاتل. الفريقين الآن الذين يتعاونون على تدمير العراق لا يهمهم هذا الأمر، ولم يشكل هذا الأمر أي نقطة في تفكيرهم، لأنه لم نرى ولم نلحظ ولم يلحظ المواطن العراقي أي جهد بهذا المجال لإزالة الحقيقة الخطر الذي يهدد كل مواطن لا على تعيين، يعني الصغير والكبير والفلاح والعامل والسائق والذي يعمل بالحقل والذي يريد العودة إلى بيته، الذي لا يعرف من زرع هذه الألغام في بيته أو في حديقته أو في حديقة منزله. وهذا ما حرد أرواح الكثيرين. هناك حقيقة إهمال متعمد لهذا الجانب، وإلا جهد الدولة والأموال التي ترصد لهذا الجانب يجب أن تكون واضحة والجهد واضح. لو كانت هناك نية صادقة لهذا، لكن لا توجد النية، النية السلبية هي المتواجدة الآن على الساحة العراقية وليست العكس، لأن هؤلاء أتوا لتدمير طيب العراق. دكتور يعني معذرة المقاطعة، الحكومة تتحدث عن عودة النازحين إلى مدنهم، هل يعقل أن يعود النازحون إلى المدن المنكوبة؟ والأمم المتحدة تؤكد أن 70% من الألغام تحت الأنقاض ما زالت موجودة، وهي الأنقاض التي لم ترفع بالأساس. هذه الضحك على الذقون. يعني أنا لم تدع مواطن العودة إلى منزله أو المدينة، خاصة المناطق التي تعرضت إلى التدمير هي المدن، ولا زالت الأنقاض قائمة ولا زالت تحتها مخفي كثير من الضحايا والبلايا والأسلحة والاعتداء وما إلى ذلك. هذا الكلام يراد منه حقيقة إعلامي، كذبة إعلامية كبرى. كيف يعود المواطن إلى مدينة مدمرة تحتوي هذه البيوت على كم غير معروف من الأسلحة المدفونة والاعتداء والألغام والمتفجرات؟ ونحن نعلم أنه هذا الأمر لم يتم معالجته بشكل جدي. يعني كان المفروض قبل أن ندعو المواطن إلى العودة إلى حق الألغام، يعني هذا هو الإعلان، أنه ارجعوا أو إعادة المواطنين إلى حقول ألغام غير معروفة ويبقى مصيره هناك. من يقتل من قبل الميليشيات يقتل، ومن قتل من قبل داعش يقتل، ومن لم يقتل يأتي ليقتل في هذه هذا موضوع غاية في الخطورة دكتور في الحقيقة. يعني نحن نتحدث عن آلاف الضحايا الذين يقعون يومياً يعني بسبب هذه الألغام. العدد وصل في الأنبار على سبيل المثال إلى 10,000 شخص ممن يعني سقطوا جراء انفجار هذه الألغام والذخائر في تلك المناطق. من يتحمل مسؤولية سقوط هؤلاء الضحايا؟ الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية هي الحكومات الاحتلال المتعاقبة على العراق التي تدير الملف الأمني والعسكري، واللي هي مسؤولة عن أرواح المواطنين، وهي التي يجب أن تقوم بحماية المواطن من كل هذا البلاء الذي حصل به حل به نتيجة الإرهاب المقدس الذي الآن يقتلون المواطنين في البصرة وفي غير مكان نتيجة الاختلافات السياسية. إذن المسؤول معروف، المسؤول الذي زرع هذه الألغام والذي بث الفتنة والذي رعى الإرهاب المقدس لينمو في هذا البلد. لاحظوا العدد مدروس أيضا، يعني تقرير الأمم المتحدة يقول أن 50 مليون عبوة
يعني لكل مواطن عراقي عبوه وواحده اضافيه يعني، فهمت شلون؟ يعني الامر بهذا الخطوره انه استهداف كل مواطن، هذا هو المقصود. نعم، اشكرك جزيلا الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.